خلونا نسمع صوت صندوق التنمية العقاري، ومعنا باتصال هاتف الأستاذ حمود العصيمي المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري. أستاذ حمود، أول شيء أرحب فيك وأشكرك على تجاوبك معنا. خليني أسألك يعني بسؤال المتضررين، متى تنتهي مشكلة القروض العقارية للمواطنين؟ هل لدى الصندوق رؤية وخطة جديدة مستقبلا؟ نسمع عن توالي أحكام قضائية ضد الصندوق للمواطنين اللي كانوا على قوائم الانتظار قبل التاريخ 23/7/1434. تعقيبكم. امسي عليك اخوي خالد، ومسي على ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين الكرام. مثل ما تعرف يعني بالنسبه للقضيه المنظوره الان عند المحكمه الاداريه، هذه لا زالت منظوره. واحنا في صندوق التنميه العقاري سبق ان اعلنا ان احنا اي عندما تصدر الاحكام النهائيه لهذه القضيه احنا ملتزمين التزام كامل بتنفيذ نص الاحكام اللي تصدر ان شاء الله. فاذا كان ما وصلتكم هذه الاحكام؟ الاحكام، كل الاحكام اللي صدرت كلها احكام ابتدائيه، لم يصدر اي حكم نهائي حتى الان. اذا صدرت احنا في صندوق التنميه بالعكس يعني ملتزمين التزام كامل، ويهمنا المواطن ويهمنا المواطنين في حصولهم على المسكن. بالعكس يعني الصندوق تاريخه مع المواطنين تاريخ كبير ومعروف. التحولات الجديدة هدفها أيضا خدمة قوائم الانتظار الطويلة اللي عند الصندوق. مثل ما تعرف يعني الموارد المالية للصندوق لم تكن كما كانت في السابق، لذلك لابد من إيجاد حلول ومبادرات يعني تسمع من خلالها، تمكن من خلالها المواطنين على قائمة الانتظار من الحصول على القرض. لأن لو استمرنا احنا على قوائم الانتظار الموجودة وعلى النظام السابق للصندوق قد تتجاوز مدة الانتظار أكثر من 20-25 سنة. طيب الحديث لا يمكن هالأشياء يعني أخوي خالد، أشياء غير مقبولة. ولذلك يعني وش الأشياء الغير مقبولة؟ غير مقبولة أن المواطن يقعد 25 سنة ما حصل على قرض. هذه أكيد نتفق عليها يعني. وكثيرين صبروا يمكن 15 سنة ومقدمين كانوا على قوائم الانتظار، لكن يرون أنهم يعني ظلموا. وخليني أقول لك، أنت تقول يمكن ما عادت موارد الصندوق مثل ما كانت من قبل، لكن حديثنا مثلا وحديث كثيرين، طيب هذا الصندوق قاعد يدفع للبنوك الفائدة على 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 القروض اللي قاعد يقدمها للمواطنين، وين اللي يقول ما عندنا موارد؟ أول شيء عشان أوضح لك أخوي خالد والمشاهدين الكرام، يعني في عملية مالية إن بالنسبة لعملية الدفع اللي راح يدفعها الصندوق اللي هي فائدة عن المواطنين اللي رواتبهم 14,000 وأقل، هذه بتكون كأقساط شهرية مجزأة لمدة القرض. يعني هو أيضا الصندوق مثل ما أنت تعرف صدر توجيهات خادمة الحرمين الشريفين بتحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية. المؤسسة المالية هذه للاستثمار في رأس المال، ومن خلال الاستثمارات في رأس المال بيكون إن شاء الله بإذن الله يكون تسديد لفوائد اللي بتكون على هذه القروض. فالمبلغ ما راح يسدد يعني خلال الفائدة، ما راح تسدد وقتيا، ولا كان مثل ما قالوا الأخوان إنه ليش ما تعطى لهم، لكن الفائدة راح تجزأ إلى أقساط شهرية على مدة القرض قد تصل إلى 25 سنة قيمة الفائدة. يعني أنتم بتدفعون البنوك على أقساط، هذا اللي فهمت منك؟ على أقساط شهرية، نعم. طيب سمعنا أنه لا والله فيه من مصادر خاصة أنه خلال 3 أشهر القادمة في أخبار حلوة متوقعة أو منتظرة من صندوق التنمية العقاري في موضوع ملفهم، هل يمكن تخصنا بشيء من المبشرات؟ ترى ودهم يسمعون المتضررين المواطنين مبشرات حول هالموضوع. والله شوف أخوي خالد، إحنا مثل ما تعرف يعني إحنا بالعكس كلنا أذان صاغية يعني لصوت المواطن، وحريصين كل الحرص على تلبية متطلبات احتياجاته. احنا مثل ما تعرف عندنا بوابه على في البوابه مخصصين بوابه للشكاوي وللاقتراحات، لان ما يهمنا يعني يهمنا اقتراحاتهم ايضا. ولذلك اي شيء يعني يهم المواطن يعني الصندوق وادارته ورئيس مجلس ادارته حريصين كل الحرص على تنفيذ هالاشياء. انت تعرف برنامج التمويل القرض المدعوم اللي هو التمويل المدعوم، في عده مسارات كلها تحقق يعني تقريبا رغبات المواطنين. في عندنا إنه بإمكانه يضع القرض على شراء وحدة سكنية جاهزة، بإمكانه بناء ذاتي، بإمكانه يحصل على التمويل برهن عقار، بإمكانه يحصل على التمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة. أيضا في مسار جديد إن أصبحنا حتى الشخص اللي سبقا حصل على تمويل عن طريق أي جهة حكومية، عن طريق أي جهة تمويلية سواء بنوك أو شركات تمويل، إن إحنا ممكن ندخل معه حنا في موضوع التمويل اللي حصل عليه
وندعمه فيه، ندعم الفائدة فيه. طيب طيب أخيرا حمود، يعني نص القرار الوزاري كان واضح في أنه صندوق يلتزم بالسياسة السابقة لمن قدموا سابقا بشرط الأرض قبل تاريخ 23/7/1434. هناك من يتحدث أنتم خالفتم هذا التوجيه وهذا القرار من مجلس الوزراء، ما المبرر؟ احنا اخوي خالد مثل ما قلت لك، ما دام القضيه منظوره بشان هالقرار هذا لا يمكن احنا نتكلم في قضيه منظوره اطلاقا، لكن احنا نؤكد من جديد صدر في حكم ابتدائي، يعني تقول لي انت وهذا تساؤل مطروح، يعني انا ما قلت لك عن حكم، انا قلت ليش هناك من يقول انه انتم ما التزمتم بقرار مجلس الوزراء الواضح بالتعامل بالطريقه السابقه مع من قدموا بشرط الارض يمنح لهم القرض مثل ما كان بسياسه الصندوق السابق، لم تبرروا لم توضحوا، وهناك من يتحدث انه المفروض القرار الوزاري لا ينقضي الا بقرار وزاري، والوزاره هي غيرت من عندها والصندوق سياسته يعني من غير قرار وزاري. لا يعني لا تتوقع ان الصندوق والوزاره غيروا من عندهم يعني او رغبات شخصيه، يعني تعرف الصندوق لا ما له علاقه شخصيه، ما في، احنا نتكلم عن جانب يعني مؤسساتي، يعني انا اقول فجاوبني على الجزئيه. مؤسسه ماليه ويعني له عليه التزامات وله حقوق وعليه واجبات. انا مثل ما قلت لك يعني احنا نؤكد من جديد خالد انه في حال صدور قرار من المحكمه نهائي لصالح يعني تنفيذ القرار نفسه احنا ملتزمين التزام كامل بتنفيذه، هذا الشيء اللي نؤكد عليه، واحنا لا اطلاقا يعني لن نخالف اي حكم يصدر من حكم نهائي يصدر من المحكمه. طيب شكرا لك حمود عصيم، متحدث رسمي لصندوق التنميه العقاري.